Questa è Film Directive. شوية معايا أنا مروة أبو خير، معايا هنا ميرفت وياسمين وهيام. إحنا قسم نظم معلومات، متخرجين السنة دي بقالنا حوالي شهر. هو فكرة المشروع بتاعنا هو بيتكلم عن الماسيف داتا أناليسيس أو البيج داتا أناليتكس. هو الأجندة بتاعتنا بس هبدأ أدي أوفر فيو بسيط كده عن البيج داتا، بعد كده هبدأ أشوف إيه البي إم اللي إحنا اشتغلنا عليها، وبعد كده هبدأ أعرض الموفيبلكس أو الداتا سيت اللي إحنا اشتغلنا عليها وإيه المشاكل اللي كانت موجودة فيها. بعد كده هبدا اشوف ازاي شوف شويه داتا بريبروسيسنج باستخدام الار. والسيشن اللي قبل كده كانت موضحه فرق كبير ما بين ازاي استخدم الار واي تول ثانيه. بعد كده ازاي اقدر اعمل هدوب كويري لانجوج باستخدام الهايف، وهبدا افرق ازاي ابني الماب ريديوس باستخدام الهايف، وليه ما استخدمتهوش بالجافا. الحاجه الثانيه بعد كده هبدا اتكلم ان انا ازاي عن طريق قنبله اسمها الاوريكال بيج داتا كونكتور ابدا من خلالها اكسس الداتا الموجوده في ديفرنت لوكيشن، سواء كانت الداتا دي موجوده في نيو سيكول او الداتا دي موجوده في الاتش دي اف اس او الداتا دي موجوده في اوريكال داتابيس. في النهايه هبدا عملنا كلاسيفيكيشن موديل بسيط كده، هبدا اوضح فيه النيت بيس وسبورت فوت ماشين وديسيشن تري. وفي النهايه هبدا اعرض الفيشن ورك بتاعنا هيكون ما بيجي يعرف يعني ايه بيج داتا. طبعا المصطلح العام احنا بنقوله ان هي عباره عن كولكشن من الداتا ست بتكون حجمها السايز بتاعها كبير جدا، مش بس كده كمان الكومبلكس بتاعتها عاليه جدا لدرجه اني ما بقدرش استخدم التراديشنال داتا بيس ان انا احل بيها كل المشاكل اللي ممكن تواجهني في البيج داتا. ازاي احولها لكلين داتا واحولها لوسخ انفورميشن اعتمد عليها في الديسيشن اللي انا هبقى اخده معايا. السكيورتي وده عامل مهم جدا، ازاي السكيورتي دي من ضمن المشاكل اللي ممكن تواجه البيج داتا، ان اليوزر بتاعك لو مش واثق في المعلومات او مش واثق في الداتا بتاعتك اكيد الشركه بتاعها. من ضمن الحاجات الداتا بيج داتا يا ترى علشان لو لاحظنا مثلا ان السوشيال ميديا من اهم العوامل الاساسيه اللي هي بتشارك في ظهور الداتا بشكل او تشغلها بشكل سريع. لو لاحظنا مثلا ان تويتر في كل يوم بتنشر حوالي اليوزر 55 مليون حوالي اكثر من مليون في البداية كده. الداتا ايه المشكلة بتاعتنا دلوقتي؟ انا عندي اورجانيزيشن على عامل ويب سايت اسمه موفيبلكس. موفيبلكس ده كل 3 شهور عدد الداتا بتزيد بحوالي 300,000 ريكورد. طب ايه المشاكل اللي واجهتها؟ واجهتها حاجتين، ان انا ازاي احقق المؤسسه بتاعتي مؤسسه ربحيه، الحاجه الثانيه ازاي اقدر العميل بتاعي وازاي اقدر اعمل داتا مانجمنت اللي موجوده من خلال الويب سايت دي. طيب الداتا موديل بتاعي يبقى مبني على كام حاجه؟ اولا الوطيفر الداتا لود الداتا سيت بتاعتك ايه؟ انت بتقدر تعمل لها لود هو الداتا موديل سواء السيت بتاعه تيرا بايت او بيتا بايت او اكسا بايت. ثاني حاجه اقدر اعمل عليها اللي هي اوبتمايز تايم بحيث ان انا اقدر اوصل الداتا دي بطريقه اسرع في حين في حل المشكله دي. الحاجه اللي هي الثانيه كان صعب عليك ان انت تمسك مثلا داتا سيت وتمشي ريكورد بريكورد كده وتبدا تشوف الداتا ايتم علاقتها ببعضها ايه، فكان لازم افهم الداتا دي الاول مرتبطه ببعضها ازاي عشان ابدا اعمل اكستراكت فاكتس او يوزر انفورميشن اعتمد عليها في الديسيشن ميكنج اللي ممكن اخده. في احصائيه بتقولها بي ام ان في من بين كل 3 بزنس ليدر فيهم واحد ما بيقدرش
يثق في الداتا الموجوده معاه ان هو اصلا مش قادر ياكسسها. تمام؟ عن طريق ان انا هستخدم ازاي هبدا اقلل الموديل بتاعي جزء منه باستخدام اللي هي الار واوضح داتا فيجواليزيشن وداتا بريبروسيسنج جواه. في البدايه احنا كنا مستخدمين تو داتا سيت الاولانيه عن البنك فيها حوالي 1,500,000 ريكورد والثانيه عن داتا سيت خاصه بالافلام فيها حوالي 600,000 ريكورد بس عشان الوقت ضيق انا هعرض الشغل المعمول على الداتا سيت اللي هي الاساس بتاعها حوالي فيها كام ريكورد 600,000 ريكورد دي. انا في النهايه عايزه اعمل بريدكت للكاستمر اول اتنبا مثلا اول ما يجي يدخل الويب سايت ده ممكن يشوف ايه اللي ممكن يشوفه ممكن يعمل كومنت عليه بيس او نو. طيب انا عايزه اقرا افكار اليوزر فيما بعد تكون عامله ازاي عشان ابدا اكسب اليوزر الويب سايت. تمام؟ دي التولز اللي احنا استخدمناها عن طريق اللي هي الهايف. قدرت اكتب الماب ريدوس اللي هي فانكشن طبعا احنا عارفين هدوك اللي الالمنت بتاعه معمول بالجافا فدايما مش الجافا هي اللغه او الحاجه الاسرع او الحاجه اللي بتطلع لنا ريزلت ادق فطبعا احنا عارفين ان في عصر ليها سرعه فمحتاج اوصل ريزلت بطريقه الوقت بتاعها يكون قليل فعن طريق الهايف اقدر اكتب الماب ريدوس اللي هي ان انا ابدا اعمل سكريبت ابدا اعمل ترانسليت للماب ماب فانكشن وريديوس فانكشن وعن طريق كمان الكومبونه اللي اسمها الاوركل بيج داتا سيكوال الاوركل بيج داتا كونكتور ابدا اكسس الداتا الموجوده جوه مثلا الهايف او موجوده جوه النيو سيكوال موجوده جوه الاتش دي اف اس. تمام؟ استخدمت الاوركل داتا ماينر عشان ابدا اعمل كلاسيفيكيشن موديل بتاعي واستخدمنا الار بروجرامينج واستخدمنا كمان الجافا عن طريق الجافا قدرت اعمل حاجه ان انا ابدا اكسس السكريبت الموجوده جوه الار عشان اقدر بعد كده ان انا ممكن اعمل سيرفيس وافعل عن طريق الانترنت بحيث ان انا اسمح لاي اورجانيزيشن واتفر هي بتتعامل مع داتا تايب بتاعها ايه كمان ان ستراكشر او سيم ستراكشر داتا واتفر برده السايز بتاعها كان ايه تيرا بايت او زيتا بايت او اكسا بايت يقدر يعمل له الداتا سيت دي وابدا استخرج له اللي هي الفاكتس يقدر يعتمد عليها في الديسيشن ميكنج بتاعه في نفس الوقت يقدر يحقق البروفيت بتاعه الاورجنايزيشن بتاعته وفي نفس الوقت يقدر يرضي العميل بتاعه دول اهم حاجتين اي اورجنايزيشن بتعتمد عليهم. طيب في البدايه كده شكل البي ام بس شغال عليها بتبدا تحدد كده بسيط عن الداتا سيت بتاعتنا. الداتا سيت دي خاصه بالموبيل داتا ده عباره عن الابلكيشن لوج ملف اللوج ده فيه كل الاوبريشن اليوزر بيدخل الويب سايت بيعملها من اول ما عمل لوج ان لحد ما عمل لوج اوت في الفتره اللي هو دخل فيها الويب سايت دي حتى لو قعد فيها 10 ثواني انا عايز اعرف ال 10 ثواني ايه الاوبريشن اللي هو عملها داخل الويب سايت دي. مثلا ببدا اتخزن فيه الكاستمر اي دي ايه الفيلم اللي هو شافه نوعيه الفيلم ده ايه التايم اللي شاف فيه الفيلم ده والريكومنديشن اللي عملها على الفيلم ده وايه الاكتيفيتي اللي عملها. زي ما احنا لاحظين هنا هو شكل الداتا دي هي اسمها ستراكشر داتا في شكل تشبه كده الاكس ام ال. طيب دلوقتي لو احنا بصينا على الداتا دي ممكن ما تفهمش فيها حاجه اصلا كلها اكواد ما اقدرش اعتمد عليها في الديسيشن ميكنج بتاعي. فكان اول خطوه احنا كان لازم نعملها ان انا ابدا احول الداتا دي لشكل مفهوم يعني كل كود مثلا الفيلم على سبيل المثال الفيلم الكود بتاعه مثلا الاي دي مثلا بتاعه 9 ده مثلا بيساوي اسم فيلم على سبيل المثال اسم الفيلم ده اكس مثلا انا عايز اعمل ترانسفورميشن كل الاكواد دي الا ما يشبهها في كلام كتكست كده. تمام؟ فده هبدا كده الاركتكشر بتاع الداتا سيت بتاعتنا كالاتي عندي ده الويب سايت ببدا بطلع منه في الاخر في الابلكيشن لوج. طيب انا عندي الابلكيشن لوج او داتا بتاعتي متخزنه في ديفرنت لوكيشن زي ما عارفين البيج داتا هي داتا الايميل بتاعه والحاجات دي
وهبدا الداتا دي ابدا مثلا اعمل كويري على داتا الاورال والسيكوال واستخرج داتا موجوده جوه الاتش دي اف اس بطريقه بعد كده وابدا اعملها لوب على سبيل المثال في حاجه زي الار واقدر اعمل عليها اناليسيس وابدا اشوف ازاي ابدا احل البيزنس بروبلم بتاعتي عن طريق الفول اناليتكس اللي انا هعملها. تمام زي ما احنا شفنا ملف اللوج فايل من شويه ما حدش فينا فاهم في حاجه فانا لازم اجهز لان مثلا في مجموعه فانكشن كده ممكن استخدمها احول الاكواد دي لكلام كتكست عادي مفهوم اقدر اعتمد عليه في الديسيشن ميكنج بتاعي. بعد كده ببدا كاريت مثلا تيبل مثلا مثلا باستخدام الهايب اكزيستنج لاف تيبل والداتا كويري واتفر بقى انت عايز النهاية انت عايز تعمل عنها ايه. هو كل في النهاية ان انا الانترفيس المهم بتاعي هو الداتا لازم يكون عندي داتا وافية او كافية ان اقدر اشتغل عليها. الويب سايت اللي احنا شغالين ده او هي الجول بوينت اللي ممكن يعتمد عليها علشان يقدر يحقق الاوبجكتيف بتاع الاورجنايزيشن بتاعته. هبدا بعد كده هنوضح ايه الحاجات اللي الشغل اللي احنا عملناه على الار. طبعا في الار ممكن على حسب احتياجاتك انت ممكن تعمل فيها حاجات كتير قوي. ممكن تعمل عليها داتا كليننج انت توصل لداتا كلين في النهايه بقدر اعمل داتا لودنج لداتا تحتك. احنا في الار بس في حكايه في ناس بتقول ممكن ما تتعاملش مع مشكله البيج داتا احنا عملنا لود لداتا جوه الار يوصل السايز بتاعها حوالي 1,500,000 ريكورد فهي قدرت فوق السايز ده تتعامل. فانا ما جربتش ان انا ارفع فايل السايز بتاعه او الريكورد بتاعه اعلى من كده بكتير. فاحنا من الحاجات دي اللي احنا عملناها عملنا شويه احصاء عليها عملنا داتا فيجواليزيشن وعملنا اللي هي الداتا اللي هي كليننج. بس حسن الحظ ان احنا لما عملنا على الداتا اللي عندنا ما كانتش فيها اي نويز او ما كانتش فيها اي مشكله. لكن الداتا الثانيه اللي كانت الخاصه بالبنك اللي كانت فيها حوالي 1,500,000 ريكورد كان فيها نويز وفيها ميسنج فاليو كتير قوي. طبعا دي مجموعه الداتا فيجواليزيشن اللي احنا عملناها. عملنا الود كلاود والتيرن فريكونسي عملنا نوست جرام وكي كيو بلوت ونورمال كي كيو بلوت والباي شارت والبار بلوت. طبعا في الار بتكون مدعمه بمجموعه من الباكج. المجموعه من الباكج بتساعدك ان انت تعمل مجموعه من الفانكشنز. يعني مثلا انا عايزه اشتغل داتا فيجواليزيشن في دي مجموعه الباكج اللي انت ممكن تستعين بيها وتعملها داونلود من عن طريق الانترنت وتشتغل بيها. يعني كل باكج اللي دي بيبقى جواها مجموعه من الفانكشنز يا دوبك انت بتستدعيها وهي تنفذ لك الشغل بتاعك. لو انت هتستخدم داتا مايننج ففي مجموعه من الباكج خاصه داتا مايننج تقدر تعمل لها لود وتنفذ بها الوظائف بتاعتك. نيجي مثلا عند اول حاجه هنا انا عايزه اعرف ايه اكتر اكتيفيتي اليوزر بيعملها اول ما بيدخل الويب سايت ده. الاكتيفيتي دي زي ايه؟ ان هو ممكن يشتري فيلم معين هو عرض اول ممكن يعمل لسه موبيل ممكن يعمل لوك ان يعمل لوك اوت. طيب انا ايه الديسيشن ميكنج اللي ممكن اخده في النهايه بخصوص الحاجات دي؟ ان انا ممكن اوفر عروض مجانيه للناس اللي بيدخلوا يعملوا لوج ان ولوج اوت بس ما بيعملوش حاجه. هم ناس ممكن نعتبرهم كسالى مش هم اكتف قوي بالويب سايت ده. انا ازاي اقدم لهم عروض علشان اشد انتباههم او كوسائل اغراء كده ان هم يستخدموا الويب سايت ده بشكل فعال. في حاجة تانية مثلا كده ده ممكن يكون شكله غامض شوية بس عشان في داتا كتير هنا معمل لها فيجواليزيشن. أنا عايزة أعرف هنا إيه أكتر تايم اليوزر بيدخل فيه الويب سايت ده ويبدأ يستعرض الأفلام الموجودة فيه. فلاحظنا الوقت اللي بيدخل فيه من بعد الساعة 6 مثلا مساء بيبدأ يدخل ويبدأ يعرض الأفلام الموجودة فيه. فأكيد في الوقت ده هبدأ بكل الإعلانات الموجودة بتاعت الشركة هبدأ كل الأفلام. فأنا اللي هي بارت لوت عايز اوضح ايه لو اكتر نوعيه افلام بتتشاهد جوه الويب سايت بتاعي. فلاحظنا ان هي مثلا الصفحات اللي هي الرومانس مثلا الدراما الكوميدي
فاكيد الاعلانات واكيد اي برودكت بتاع شركات تانيه عايزه اعرضها اكيد هعرضها جوه الصفحات اللي اكتر نسبه مشاهده بتتم فيها. ممكن نكتفي كده بالاه. دي مثلا برضه بيوضح مثلا عايزه اعرف ايه اكتر فئه عمريه بتدخل تتفاعل مع الويب سايت ده. هي مؤسسه علشان تبقى مؤسسه روحيه وفي نفس الوقت اخلاقيه، فاكيد في كل سن من هنا بيبقى ليه افلام مناسبه ليه ان هو يشاهدها. ده مثلا وورد كلاود. الوورد كلاود ده على حسب مثلا ببدا حاجه من ايه بتاع كل كلمه على حسب تكرارها جوه اتربيت مثلا على اتربيت معين. مثلا فالكلمه اللي تكرر كتير او اكتر نسبه مشاهده الكلمه اعلى فبيظهر بخط مثلا الفونت بتاعه بيكون كبير شويه وبيكون الفونت بتاعه نوعيه بورد. طب ازاي بسرعه خالص عايزه اكسس السكريبت ده عن طريق اللي هي الجافا. كل اللي انت محتاجه عشان ابدا اعمل كونكت ار بالجافا لازم استخدم تو باكج. باكج اسمها على سبيل المثال الار سيرفر. الار سيرفر دي اللي بتتيح ليك ان انت تبدا تعمل كونكت ما بين الجافا والتحتك اللي هتتم وبتبدأ تنادي على السكريبت بتاعك الموجود على الديسك بتاعك وتحدد اللوكيشن بتاعه ومجرد بتعمل رن هو بيبدأ الار سيرفر بتعمل عملية الكونكت ما بين التو بروجرام وفي النهاية بيطلع لك الرن او الريزلت بتاعك في النهاية. معلش الار جافا هنا انت بتكتبي جوه الار جافا كود ولا جوه الجافا ار كود؟ انا بكتب السكريبت بتاعي بالار تمام حاطاه مثلا على ديسك توب معين على حسب انت حاطه فين على الهارد بتاعك تمام. في بقى باكج ثانيه اسمها الار سيرفر ببدا اعملها داونلود من خلال الار لازم يكون في انترنت. اول ما بنزل الار سيرفر الباكج اللي اسمها الار سيرفر دي ببدا اشغلها عن طريق الكونسول بتاع الار مثلا. اول ما مجرد الباكج دي شغاله بدخل على الجافا بدخل على الجافا بنادي اللوكيشن بتاع السكريبت ده بتاعي فين موجود فين على الهارد بتاعي بس موجود على الدي على الاف فين. بس لازم الاول تكون مشغل الار سيرفر الاول علشان ما يحصلش ايرور في النهايه. دلوقتي بقى في حاجه مهمه جدا دايما بيقولوا ان الفريم ورك او بتاع الهدوب او ماب ريديوس هو معمول بالجافا تمام. فدايما بيقولوا ان مش الجافا هي الحل الاسرع والامثل على ان اقدر اكتب الماب ريديوس. في طريقه ثانيه او بسميها سكند لانجوج ان انا اقدر اترجم الماب ريديوس فانكشن باستخدام الهاي كويري لانجوج تمام. ازاي بيتم ده؟ في مثلا هاي وفي البيك ممكن يعملوا حاجه زي كده. طب اصلا يعني ايه هي اصلا الهاي دي؟ الهاي دي بكل بساطه هي بيزد على السيكوال هي عباره عن اوبن سورس داتا وير هاوس بقدر من خلالها السكريبت بتاعتها تبقى عاليه جدا اقدر اكسس من خلالها اي داتا وتظهر بقى كان السايز بتاعها ايه تقدر تتعامل مع الانستراكشر والسيما ستراكشر داتا اقدر من خلالها اقدر اعمل بيلد الماب ريديوس فانكشن. طب ده بيتم ازاي؟ طبعا جوه الهايب هكريت داتا بيس عشان ابدا اكريت التيبل بتاعتي اللي هبدا اشتغل عليها والتيبل هيبقى من جواها الداتا اللي هبدا احولها لماب ريديوس. زي ما في البدايه لف الابلكيشن لف التيبل ده كل اللي انا هعمله ان انا هاخد كوبي من الداتا الموجوده جوه الاتش دي اف اس وهبدا اعمل لها لود جوه التيبل ده. هنا هبدا احدد الباص الموجود فيه الداتا بتاعتي جوه الاتش دي اف اس يعني اللوكيشن بتاعها موجوده فين وهتروح بنفس الفورمات اللي كانت متخزنه جوه الاتش دي اف اس كده. دي الخطوه الاولانيه او ثاني خطوه انا عملتها ان انا حضرت الداتا اللي هبدا اشتغل عليها. طب بعد كده هعمل ايه؟ هنشوف الكلام ده في شكل اوضح شويه. انا عندي مثلا هنا سكريبت او جمله كويري بسيطه قوي ازاي ابدا احولها لشكل ما وازاي ابدا احولها لشكل ريفيوز. اي جمله سيلكشن او ترانسفورميشن اوبريشن دي بتتحول على طول من الماب تاسك. اما اي حاجه فيها اجريجيشن فانكشن او زي مثلا جروب بوينت بيبدا احولها لريفيوز. اذا انت بيوصل
واكتر وقت اليوزر بيقضيه جوه الويب سايت ده. تمام؟ هو ده الكود. كل ده عمليه البروسيسنج تايم او الران تايم ايه اللي بيحصل فيه. مثلا الماده تنفذ في كام تايم بتاعه قد ايه، الريدوس خد وقت قد ايه، التوتال تايم قد ايه. في هنا يو ار ال ماب عملت من واحد وعملت ريدوس عن الريدوس انا عملته واحد بس. طب في حال بقى لو انا بتعامل مع نيست كويري شكل التعامل او هترجمه زي نيست كويري للماب ريدوس نفس الطريقه برضه. ان انا عندي نيست كويري هبدا جمله السلكت وجمله الترانسفورميشن هبدا احولها لماب، وجمله اللي هو الادريجيشن او الجمله الثانيه موجوده في السب كويري برضه هبدا يتحولوا بطريقه ماب وريدوس. طب حكايه الجوين دي، طب الجوين هيترجم ماب ولا هيترجم ريدوس على حسب الكود اللي انت كاتبه. لو هو مثلا الجوين بتوقف بس ان الريزلت بيطلع في النهايه من هنا بيبدا ياخده ويحوله للجوبه الثانيه عشان تعتمد تعتمد عليه ويطلع لك الريزلت بتاعك في النهايه. كده احنا عملنا توكوير. ده مثلا عباره عن نيست كويري بنفس الطريقه برضه. انا عايزه احدد مثلا اطلع مثلا اعرف الفيست مره دي وموفي اي دي وريكومنديشن اللي هو عملها على الفيلم ده ونسبه مشاهده الفيلم ده قد ايه، الفيلم ده كم عدد اليوزر اللي شافوه. بنفس الطريقه برضه هيطلع لي يو ار ال مجرد ما الرن بيخلص هبدا اعمل عليه دبل كليك. ده ريزلت طلع لنا في النهايه هو تم 5 حوالي في نسيت كوي هيطلع لي 2 ماب و 2 ريدوس. بس انا مش عرضها بس علشان الوقت وكده يعني. هو الشكل اللي احنا شايفينه شويه ده هو ده بس ده شاشه زي الدوس كده بكتب فيها البرامج بتاعه الهايب دي او الاوبريشن بتاع الهايب دي. في شكل تاني يوزر انترفيس سهل جدا شكل سيكور سيرفر كده ممكن من خلال اكتب الكوميدز دي. بس انا عرضت طريقه واحده بس ازاي اكتب الكوميدز بتاعه الهايب. انا استفيد ان انا ازاي ابدا اكسس الداتا بتاعتي الموجوده في ديفرنت لوكيشن او اكسس الداتا بتاعتي الموجوده اللي هي ديفرنت داتا سورس. تمام؟ انت ممكن الاتش دي اف اس تستخدم مكانه اصلا نو سيكوال، ممكن مكان النو سيكوال تستخدم هايب، يعني النوع اللي الناس اللي انت تتخزن الداتا بتاعتك ممكن تستخدمه. تستخدم الاتش دي اف اس تستخدم هنا مثلا انا مثلا عن طريق الاوراكل بيج داتا كونكتورز. الاوراكل بيج داتا كونكتورز زي ما قلنا دي تول هبدا من خلالها اكسس الداتا بتاعتي مثلا الموجوده جوه الاتش دي اف اس. هبدا اكريت تيبل مثلا هسميه موفي لوك. الموفي لوك ده مثلا هبدا كل ريكورد هيكون عباره عن كليكايه، الكليكه اللي بيعملها اليوزر من اول ما شاف الفيلم، شاف الفيلم الاي دي بتاعه كذا، النوعيته كذا، شافه في التايم كذا، والريكومنديشن اللي عملها كذا عليه كذا، والاكتيفيتي اللي هو عملها ايه على الفيلم ده. بعد كده ببدا هنا اديله اللوكيشن اللي متخزن فيه الابلكيشن لوج او الابلكيشن لوج اللي هو الفايل بتاعي متخزن عليه هنا، ويبدا يحوله جوه الاوراكل داتا كونكتورز دي. وابدا بعد كده اشوف انا عايزه اعمل عليها ايه كوير انا عايزه اعمله عليها. على سبيل المثال انا ان عمليه
جاء هنا ترجم مثلا كل كود. انا عايزه اوضح هنا ايه اكتر 10 افلام او اكتر افلام المشاهده بتاعتها عاليه جوه الويب سايت ده. فعن طريق مثلا عندي تفاصيل الافلام او الموفي ده موجوده جوه اوراكل داتابيز، وعندي الملف اللوج اللي هو اليوزر دخل في وقت معين ايه الافلام اللي شافها متخزنه جوه الاتش دي اف اس. فببدا بعمليه جين بسيطه كده، هبدا استعرض الداتا او اعمل اكسسادات لفاكتس اكتر توضيحيه من خلالهم. نفس الطريقه برضه ممكن اكسسادات دلوقتي اعمل حاجه كده، اعمل كشن موديل داتا ماينر، هبدا اعمل الشكل زي ما احنا عارفين في السيشن الاولانيه بدا باشمهندس احمد اتكلمنا ان انا البدا اول لازم احدد ايه البروبلم ديفينيشن بتاعتي. انا هعمل داتا مايننج، هعمل داتا مايننج على ايه وعايزه هستفيد منه في البدايه. انا عايزه لما مثلا في وقت معين او ممكن اصلا نسيب الداتا فاضي، تمام. الحاجه ابدا اعتمد عليها في الكلاسيفيكيشن بتاعتي. بعد كده ازاي اقدر اعمل بيلدنج وازاي اعمل ايفوليوشن المودلز ده، زي من السيشن قبلنا اتكلموا ازاي اعمل تريننج للداتا دي وازاي اعمل تيست للداتا دي عشان البريدكت ريزلت طلعت في النهايه ابدا اقارنها بالاكشوال ريزلت اللي وصلت لي في النهايه. وفي النهايه اقدر اعمل لازم اعمل ديبلويمنت للمودل بتاع ده في الوقت المناسب. يعني المفروض الريزلت اللي طلع ده قلت مثلا انا لازم اطبق الريزلت ده في شهر مايو الجاي. لو الريزلت دي انا طبقتها مثلا في شهر اللي بقى الشهر 6 مثلا، انا كده ما استفدتش حاجه، ان لازم الريزلت تتنفذ في الوقت المناسب بتاعها، الوقت المحدد ليه. لو اتنفذت في وقت غير كده كده البيزنس هيخسر كتير، ان هو كان المفروض في وقت معين البيزنس تحقق ربح في الفتره دي. فانا استبعدت كده وطبقت الريزلت ده في وقت تاني، زي مشاكل البورصه الحاجه ما تجيش في وقتها الناس هتخسر كتير. جواها شويه ستاتستكس كده اوضح من خلالها ايه هي المينيمم والماكسيمم فاليو، الستاندرد ديفيجن، الفيرنس، المين، البوكس بلوت وكل الحاجات دي. عندي ممكن اطبق عليها جراف اللي هي اشكال فيجواليزيشن، ممكن اجمع اجيب جراف على كل اتريبيوت لوحديه او اعمل كومبينيشن ما بين تو اتريبيوت. ازاي اعمل كلاس بيلد، احدد ايه هي التست داتا بتاعتي هتكون مثلا او التريننج داتا بتاعتي مثلا تكون بنسبه 60%، وعلى سبيل المثال التست داتا هتكون بنسبه مثلا 40%، وباي ديفولت كل مره بياخد 40% من داتا عليها تست لحد ما يلف على الداتا كلها وكانه عمل عليها تست كل حاجه. بقى في الايه بقى اقدر اعمل ابلاي للموديل. الابلاي في الموديل هنا هيطبق ثلاثه كلاسيفيكيشن موديل، النيف بيس وسبورت فيكتور ماشين وديسيشن تري. انا عايزه اعرف مين الالجوريزم اللي هيقدر يحقق لي او يقدر يحل المشكله بتاعتي في النهايه. اللي انا عايزه اعرف لما ادخل فيلم جديد او انزل فيلم جديد على الويب سايت، عايزه اعرف تفاعل اليوزر معاهم ايه. هي ترى مين اليوزر هيقدر يعمل على الفيلم ده يس، ومين اليوزر هيقدر يعمل على الفيلم ده نو، ومين هم مش هيكونوا مهتمين. عشان في النهايه ابدا اقسم اليوزر بتاعي لشقين. الشق الاول عندي اكتف يوزر بيكون متفاعل مع الويب سايت بتاعي باستمرار. طبعا ويقدم له عروض ثانيه، فانا ازاي الاثنين اكون محتفظه بيهم؟ دي كومباريت بسيطه كده اللي احنا طلع في النهايه. عندي الاكيورسي بتاع النيب بيس هو كان انسب كلاسيفيكيشن الجوريزم
ان هو يقدر يحل له المشكله بتاعته دي، وكانت نسبه الاكيروسي بتاعته 86%. في بعد كده شويه كده يعني في خلال دقيقتين الباشمهندسه ميرفت هتبدا تكلمنا نيف بيس طبقت الالجوريزم ده ازاي وازاي حققته. بس قبل ما هي بس تبدا ان هي تشرح الجزئيه دي، لو في حد عنده اي استفسار في الجزئيات اللي انا شرحتها او وضحتها دي، ممكن يعني الاسئله تكون دلوقتي. حد عنده اسئله؟ اول واحده اللي هو السي فلتر او كولابريتيف فلتر، ده شغال ازاي؟ انا عندي مجموعه من الايتيمز، عايز اعرف الكونفيدنس بينهم عامله ازاي. يعني مثلا عايز اشوف الايتيم رقم 2 ده هيبقى نسبه حدوثه قد ايه في كل الترانزاكشن اللي كان فيها ايتيم واحد. فانا هنا عندي مجموعة، عايز اعرف كل اليوزر اللي عنده تعداد ده كان الريزلت بتاعته. الطريقه الثانيه او الفانكشن الثانيه اللي هي اسمها باسكت جنريتور، زي فكره السوبر ماركت بالظبط. انا عايز اعمل باسكت احط فيها كل الايتيمز اللي مثلا كل الناس بتشتريها غالبا مع بعض، زي مثلا احط الشاي جنب السكر، العيش جنب اللبن مثلا، حاجات وهكذا. فانا عندي هنا الافلام بشوف زي ما قلت معظم اليوزر اللي عندي على الويب سايت كان بيتفرج على فيلم سيتيزن كين، بعد كده مثلا ايدنتيتي، بعد كده مثلا هاري بوتر، بحط باسكت انا بحب افلام. طب ايه الفايده مثلا ان انا ايه الديسيشن اللي عايز اعمله على بناء على النتائج اللي طلعت لي هنا؟ ان انا مثلا قلت لو في عندي يوزر هيتفرج على فيلم سيزن كين، بقدر اتنبا بعد كده ان هو يتفرج على فيلم جود فيلز مثلا. فانا هنا بقى بتاع الويب سايت اعمل اعيد الديزاين بتاعه، فاحطهم مثلا مع بعض في نفس اللينك. وده طبعا كل ما يفتح سيشن الوقت اكتر يتفرج على فيلم اكتر او يشتري اكتر، ده بيزود الارباح بتاع المؤسسه بتاعتي، وده اساس البيزنس عندي. هنا احنا قلنا في الاوركل داتا ماينر عملنا كومباريزون بين الكلاسيفيكيشن الجوريزم، فطلع عندي اللي هو النيف بيز بيدي البرفورمانس بتاعته اعلى، فهنا قلنا ان احنا هنطبقه كنوع كلاسيفاير هنستخدمه عندنا. ده شغال ازاي؟ انا عندي بستخدم الداتا سيت بتاعتي ابني بيها الموديل عشان اقدر بعد كده اقدر بريدكت الكاستمر ده لما يجي له الفيلم ده هي الريكومنديشن بتاعته هيبقى يس ولا نو ولا نوت زي ما قالت. فانا هنا عندي الكلاسيفاير ده بيشتغل ازاي؟ بيقسم الداتا سيت بتاعتي لمجموعه من الكلاس. الكلاس دي بتعتمد عليها الكاتيجوري بتاع اللي هو الكلاس دي. فانا عندي الكلاس دي واللي انا اقول ريكومندد ليه ثلاثه كاتيجوري اللي هو يا اما يس يا اما نو يا اما نوت، فهو يقسمهم لي ثلاثه كلاسز عندي. وده كانت الريزلت بتاعتي. فانا هنا اقدر بريدكت بالبيهيفير بتاع الكاستمر بتاعي. فمثلا لو لقيت ان القيمه اعلى هنا مثلا كانت اعلى قيمه اللي عند اليس فاللي هي سالب 7.49%، فانا اقدر بريدكت ان الريكومنديشن بتاعه يبقى بالنو باليس. تاني حاجه اشتغلنا عليها اللي هو عملنا كومباريزون بين الفي ام بتاعت اوريكل والفي ام بتاعت تيرا داتا، استخدمنا نفس الكويري طبقنا التانيه. عندنا ايه؟ هتزعلوا طلع داتا مننا كده. لا دي يعني هنا طبعا احنا نقول مثلا لو في طلبه تشتغل مثلا في الكليه جريشن بروجكت بعد كده واستخدم بيج داتا، فانا اقدر اعمل لهم ريكومنديشن مثلا استخدم اوريكال. ايوه بس بعد كده بقى الكونكلوجن فيتشر كان عندي زي ما قلت عندي داتا كتير جدا، عايز استفاد من الداتا دي، عايز اطلع منها فاليو، مش داتا بس موجوده وخلاص. فانا عندي قلنا البيج داتا نقدر ان احنا نشتغل على اي نوع من الداتا اللي هو استراكشر او سيمي استراكشر او ان استراكشر، تمام. فانا قدرت ان انا استخدم الهدوب ماب ريدوس عشان اعمل مانجمنت كده.
اي شركه اي شركه عندها داتا مش عارفه تستغلها ومش عارفه تطلع منها فاليو، فتدخل الداتا دي على الابلكيشن ده، يعمل لها فيجواليزيشن بقى، ستاتستيك اناليسيس، اي حاجه، بحيث انها تقدر تساعد الواد السيشن ميكر زي ما قلنا انه ياخد قرار بحيث ان الشركه بتاعتي تزود ارباح. وكده خلاص، شكرا لك. واعتقد احنا ممكن نبدا على طول التيم بتاع الاستادي جروب، بس يو هاف اونلي 20 مينتس بالظبط، بعد كده مش عارف نروح، هيقفلوا علينا من بره. ايه؟ هي بتقول 10 دقايق. ربنا يستر. اوكي. طيب تمام، انا مقدره جدا موضوع الوقت، ف يعني ادوني 5 دقايق بس وكل واحد من زمايلي هيتكلم دقيقه. اوكي فيوتشر داتا ساينتست، احنا هندخل بس على طول على البري فريم. هنتكلم ايه اصلا الموضوع اللي احنا عاملينه ده وليه عاملينه والاستراتيجي بشكل عام احنا ماشيين ازاي، وهير فروم دام هتسمعوا بس الاكسبيرينس بتاعت ناس جربت في الستادي جروب، علشان اللي انا بقوله مش هيبقى له اي لازمه غير ما تسمعوا هم عملوا ايه. ايه اصلا فيوتشر داتا ساينتست؟ احنا حددنا 28 كورس داتا ساينس جبناهم على كورسيرا بعد شويه تعب وبتاع وحاجات دخنه بصراحه، وحددنا ان احنا هنذاكرهم كله. عايزين نشتغل مثلا، لا تسي انا عايز اخلص الجامعه واتفر عايز اسافر، طب ماشي مش هستنى لغايه ما اخلص الجامعه واقول طب هعمل ايه دلوقتي. احنا عايزين ان احنا نبقى داتا ساينتست، طب المفروض نشتغل من دلوقتي على نفسنا، نبطل نقول ان احنا عايزين ومفيش مفيش. That was the first point. The second ان احنا sorry ان احنا في ناس كتير بتبدا ان هي تذاكر بس بتقع، يعني اكيد في ناس جربت ان هم بداوا يذاكروا وما كملوش. السيلف ستادي بتحصل كتير الحته دي، واكيد في اسباب الدروب بس ما فيش وقت للانتراكتيفيتي. تمام. ثالث سبب اتس كايند اوف بيرسونال، يعني ان احنا يعني كل واحد اللي بيوصل لمعلومه يعني بحس ان هو واجب عليه ان هو يفيد غيره بيها، حتى انا ما بعملش مجهود ولا حاجه، مجرد بدي بوش صغيره، ما اي نو انها مش حاجه فظيعه ولا حاجه بس اي ثينك ات هيلبس. الدنيا بقى الفكره بدات ان انا الفكره جت بشكل راندوم جدا، اتكلمت انا وعمر his close friend of mine يعني supportive جدا. بدأنا نذاكر أنا وهو وواحد صاحبنا اسمه عيسى. بدأنا نذاكر وشوية شوية فكرنا إن إحنا ندخل ناس تانية معانا. دخلنا وكتبت بوست كده طويل قوي، قعدنا نفهم الناس إيه الـ data science وليه الـ study group and so on. بقينا around 20 واحد و it was kind of effective، بس بعدها بشكل برضو random فكرنا ان احنا وقت ما دخلنا الجروب اللي هو بتاع Egyptian Big Data Geeks كنا تايهين ومش فاهمينه، وما زلنا لغايه دلوقتي بنشوف terms غريبه قوي وبنسمعها وما بنبقاش فاهمين what's that.
فنزلنا البوست عملناه على الجروب بتاع البيج داتا جيكس، عملنا له شير والريزلت كان ساتيسفاينج اوفر ساتيسفاينج اكشولي. وباشمهندس احمد ظريف وضح ده فمش محتاجين ندخل فيه. احنا ماشيين ازاي؟ كل يوم حد بنحدد التاسك او المنهج اللي هنمشي عليه الاسبوع ده. الاسبوع بتاعنا مدة 6 ايام ومعانا يوم اوف. اي حد بيقف مع حاجه بينزل بوست، بيكتب انا واقف معايا كذا، والمفروض التانيين دي انتراكت معاه. وده بيحصل بس بصراحه مش بشكل افكتيف زي ما انا كنت مستنيه. ما بنعملش فولو اب ميتينجز لكذا سبب. اول حاجه صعب ان احنا عندنا ناس من محافظات كتير، ناس فول تايم وركرز، ناس مش موجوده في مصر اصلا، فالظروف الموضوع صعب جدا. بس ده هنحاول نظبطه بعد كده بسبب الفيدباك اللي جات لنا بعد ما عملنا سيرفي. حاولنا نطلع الهارد وركرز منهم، ان احنا في الوقت ده كنا ضغطينهم بشكل مش طبيعي بصراحه. يعني كان في كورس شهرين، هو على كورسيرا واخد شهرين، احنا خليناهم يذاكروه في 10 ايام. في ناس بصراحه ذاكروه كويس قوي وخلصوا وخدوا السيرتيفيكتس بتاعته، بس انا عارفه ان ده كان افتراء يعني. هنسمع بقى منهم محمد حسن، كل واحد يعني دقيقه او اقل من دقيقه، فعلا مش هنطول عليه. السلام عليكم، انا محمد حسن، رايح رابعه حسابات الزقازيق. الحكايه بدات معايا في ابريل 2015، كنت في هاكاثون هنا في اي تي اي. سمعت ترمز غريبه كده، هدوب بيج داتا، فاصلا خرجت مش عارف حاجه. فرجعت كتبت على جوجل، بدات ابحث، بس طبعا يعني بحثت وهاف باشن ان انا اشتغل، بس بعد شويه تعبت زهقت خلاص وقفت. بعد فتره طلع البروف ستدي وبدات لقيت ناس نفس الباشن بتاعي، نفس الحاجه اللي انا بحبها، بدات اشتغل معاها. الحمد لله يعني دلوقتي خلصنا حوالي 4 كورسات على كورسيرا، والحمد لله يعني ماشيين في الطريق. وان شاء الله احنا عندنا هدف برضو، ان انا كشخص ليا ان انا احاول اوصل التيرن بيج داتا والداتا ساينس للستودنت اكتر من اللي احنا ما بنسمعش عنه في الجامعات كتير. فده هدف عندي شخصيا ان انا احب ان انا انفذه ان شاء الله. شكرا. عمرو لطفي. هو انا عارف ان مفيش وقت، بس اول حاجه كنت عايز اشكر الاستاذ احمد ظريف على الشغل اللي هو عمله هو والتيم اللي معاه، عشان هو بجد اكتر واحد فرق معايا في المجال ده وخلاني اخشه. انا كنت جاي من الميتنج اللي فات بيج داتا، كنت جاي في دماغي بيج داتا، بس لما شفته شويه وسمعت عن داتا ساينس غيرت رايي وقررت ان احول الفيلد اللي انا كنت عايز اخشه. ليه سيرفس ليه جروب ستادي؟ علشان داخل مجال جديد اكيد هقابل حاجه صعبه هتخلي ممكن ازهق فمش هكمل. فلو انا في جروب ممكن اسال حد يساعدني، ممكن الاقي واحد مخلص فلا برجع احاول تاني عشان اخلص زي ما هو مخلص ونشتغل مع بعض. اكتر حاجه ممكن تقابلني انا مخلص تقريبا دلوقتي في السادس كورس ليا، اكتر حاجه صعبه بتقابلني اللي هو لو انا بشتغل ناس عايز اعمل عمليه مثلا في دماغي عايز اعملها في فاكشن معينه في الار، فدي اكتر حاجه لسه بتقابلني وبصعوبه. بس الباقي لا، لحد دلوقتي لسه الدنيا سهله، انا عارف ان انا لسه بدري يعني، بس الحمد لله الدنيا مش زي الفل. وبحب اشكر هيلي انها عامله معانا شغل كويس جدا ومتابعانا، وشكرا. اوكي، فاطمه البسطامي ليها شكر خاص بصراحه، لانها بنت مجتهده بشكل مش طبيعي، واجهتها صعوبات كتير في المذاكره وكانت بتدخل تسال، ومحدش في اوقات من الناس ما كانتش بترد عليها على الجروب وكانت بتدخل تسال. لا بجد شفوي يعني. فاطمه البسطامي، رايحه رابعه علوم حاسب. في البدايه يعني موضوع البيج داتا، انا اصلا كنت شغاله اندرويد، بس سمعت عن البيج داتا من حاجتين. اولا لقيت ان العالم يعني في اتجاه للبيج داتا، تاني حاجه انا كنت في ستارت اب، والستارت اب ده كان في جزء من الابلكيشن اللي بنعمله اللي احنا بندرس البيهيفير بتاع اليوزر عشان الداتا اللي بتجينا دي نعملها كبزنس لينا. بس بعد كده حبيت ان انا اقرا في المجال ده، صدفه سالت حد دلني على الجروب بتاع الايجيبشن بيج داتا، بعد كده شفت البوست بتاع هيلي ودخلت معاهم. اي نعم لسه بتواجهني صعوبات طبعا كتير، خصوصا في البروجكتات اللي بتكون الاخيره في الكورس دي. اول حاجه. تاني حاجه، ده شجعني كتير جدا ان انا اكمل يعني،
خصوصا انه بيكون في منافسه وبيكون في تارجت ان انت في اخر الاسبوع لازم تخلص الحاجه اللي عليك. بس شكرا. حد معانا احمد ايمن. السلام عليكم. احمد ايمن تانية هندسه الازهر حاسبات. في الاول بس انا بالنسبه انا لسه سنه تانية فما عنديش اكسبيرينس اصلا اللي هي جامده قوي في الداتا او كده. ف بالنسبه للنقطه بس ما قلتهاش برهان هو الجروبس كانت قسمه 3 جروبس A و B و C. فانا برده جروب C فلسه برده يا دوبك خلصت 3 كورسز لحد دلوقتي فما عنديش التجربه اللي هي لحد بس اللي عجبني في موضوع الست جروبس نقطه الباشون. نقطه الباشون انت بتبقى شغال وشايف ان في ناس بترفع سيرتيفيكتس على جروب وشايف اتشيفمنت ده بيشجعك اصلا من دلوقتي تبقى عايز الناس دي مش عايزه مني في حاجه ده اللي بيخليك تشتغل. تاني نقطه حلوه برضه في الاستوديو جروبس ان انت قدام بعد ما تخلص بعد فتره هتلاقي التيم ميتس ممكن مثلا واحد يشوف لك شغل في حته واحد مش عارف يسفرك في حته فدي النقطه الحلوه اللي الاستوديو جروبس انصحكم ده انصح اي حد ان هو يبقى معانا وادينا بنشجع بعضنا كلنا وغالبا نورمبر صغيره هتقول لكم ان في جروبس هتبدا قريب فلو حد حاجه يسالها. شكرا. طيب تمام. في بوينت انا قلتها وما كملتهاش ان احنا كنا بنحاول نقيس الهارد وركرز كنا بنحط لهم بوينتس دي حاجه هم ما يعرفوهاش يعني حتى الناس اللي موجوده هنا ما تعرفش لغايه دلوقتي ان احنا كنا بنحط بوينتس. الناس اللي كانت طبعا البروجريس بتاعهم ده كان بيتحسب اكيد بس الناس اللي كانت بتواجهها مشكله وتكتب عنها بوست وما تقفش لا كان بيتحسب لها بوينتس والناس اللي كانت بتحاول تساعدهم الناس دي كان بيتحسب لها بوينتس والناس اللي يعني لما كان بيطلع روحهم في الكومنتس وحد مش فاهم وبرده بيحاولوا الكلام ده كان كله بيتحسب. دلوقتي بما ان الدنيا مش هتفضل مظبوطه دايما على نفس الاستراتيجي اللي احنا ماشيين فعلا بدأتوا احنا تقريبا النص دي وهنظبط في التايم بلان هنعيد تظبيط التايم بلان من الاول والجديد هيبقى جروب بي دلوقتي جروب اي انا اصلا مش فاضل فيه غير انا وعمر حاليا فمش مشكله احنا شغالين بقى جروب بي ان سي ان دي اللي هتبدا اوكي جروب بي هتبقى ماشيه بالرتم السريع اللي احنا ماشيين بيه العادي اللي هو الكورس الشهر بيخلص عندنا في اسبوع الشهرين بيخلص في 10 ايام 15 يوم بالكثير. جروب سي هيمشي بشكل ابطا وجروب دي هيمشي بشكل بالشكل اللي هو اصلا كورسيرا حاطه وهنزود اونلاين ميتنجز هنحاول باكبر قدر ممكن ان احنا نوفق الموضوع ده ونعمل واحد واثنين لكل جروب علشان الناس تقدر تفولو اب معانا. ثانك يو وعارفه ان مفيش وقت خالص ومفيش وقت للسجستشنز ولا الكويستشنز اند سو اون بس اتمنى ما نكونش الناس تقال يعني ما كناش كده. شكرا الحقيقه للشباب تجربه الفيوتشر داتا ساينتستس تجربه بصراحه انا ما كنتش متوقعها يعني ما كانش بلاند في البلان بتاعنا ان يكون في ستادي جروبس بالشكل ده بس انا عجبني يعني ان الشباب خدوا الانيشيتيف من غير ما يستنوا بلان يعني في ناس كتير بيوصلونا طب بلان ايه هنعمل ايه ممكن احنا بنبقى فرحانين قوي لما حد يجي يقول لنا نعمل ايه يعني يجي ريكومند لنا حاجه يقترح علينا حاجه يشارك بقى بحاجه يعني مش يطلب مننا احنا هو يقترح ان احنا مع بعض نعمل حاجه. الشباب عملوا الحقيقه افورت كويس جدا يمكن في عدد كبير بقى انا دخلت على البوستس بتاعت الجروبس بتاعتهم في عدد كبير كمان مش موجود يعني ما اتكلمش النهارده او ما اتسحبش الوقت هوفر النتيجه كويسه جدا وانا بصراحه اتمنى ان الانيشيتيفز دي هي اللي تكمل يعني اتمنى الانيشيتيفز دي يبقى في منها كتير ويبقى كل يوم في اكتيفيتي لان ده اللي احنا عايزين نعمله في الكوميونتي بتاعنا. ثانك يو فيري ماتش. احنا خلصنا اليوم انا عارف ان في ناس كتير انا منهم بيفايرش خلاص النهارده يوم كان شويه يوم الداتا ساينس بقى واحنا الفتره اللي جايه ان شاء الله هيبقى الايفنتات بتاعتنا متقسمه كده برضه يعني واحد بيج داتا واحد داتا ساينس سم بوينتس هيبقى فيها داتا ساينس على سبارك او داتا ساينس ببيج داتا فهيبقى يوم بقى يعني تاريخي ان شاء الله. هاويفر اتمنى ان
الاكستنسيف انفورميشن او الكلام الكتير التكنيكال اللي اتكلمناه النهارده ما يكونش سبب من الناس اللي موجوده دلوقتي ما تجيش تاني. اي هوب ان انا اشوفكم المرات اللي جايه. انا سعيد والله بجد ان احنا عملنا الايفنت ده, واي هوب ان احنا نلحق نعمل ايفنت تاني قبل الاجازه ما تخلص. اوفر واضح ان الترتيبات الايفنتات بتاخد مجهود شويه, بتاخد مننا وقت, ان احنا مش شطار في الحته دي قوي. المتطوعين الجداد اي هوب ان هم يبقى لهم التاتش بتاعهم. لو في حد عايز يقول اي حاجه, اي ريكومنديشن سجستشن, ثانك يو فيري ماتش. نجوين ازاي الاستادي جروب؟ موجودين اهو, جوين معاهم يعني بعد ما نخلص بس ممكن تتكلم معاهم. نورهان في زبوننا اهو. ثانك يو فيري ماتش, نشوفكم على خير ان شاء الله. في حد سايب حاجه هنا؟ في حد ناسي التابلت ده او الفابلت ده هنا يعني.